بن سويقي وزع الكرة عالية واتغت الدفاعية بامتياز من أحمد التنقور. نويل عقب نويل عقب ريل الكرة بالكرة البينية التحضير محاولة المرور من حمزة غلاف يطلب اللعبة الحكم مقطوعة لأمل حمام سوسة وائل البرهومي بكرة غلاف التصويب تكتيرة ما كانت تكتيرة ولكن موجود الدفاع العونلي العونلي وتدخل دفاعي من نويل عقب ريل التنقور بعد الكرة والكرة ملعوبة من كوامي أرميل في اتجاه دافيدكس عونلي عونلي التوزيع والتغطية الدفاعية محمود ديالو في الخطورة في الضربة والتصويبة من جديد في
كورة مغايرة هذه المرة على الجهة اليمنى، والكورة كالعادة تبعث أمام فرصة تسجيل الجول الأول قبل دقائق. تزامن إيدي موكي على الجهة اليمنى للأمل في الكرة. عودة لكرة من جديد للدفاع، الضغط ولكن صافرة أخرى من الحكم أسامة بن إسحاق. يطلب اللاعب الحكم يمشي، حمزة غلاب يسترجعها في وسط الميدان أمل حمام سوسة. محمد لمطيري، محمد أمين المسكيني، نادر كارة، سعد الدين حمدي، فادي الفارحي، زياد العونلي، وهو ما تختص به المثلاني في وسط الميدان يلعبها مع كوامي أرمال. كوامي أرمال يلعبها مع الشايل وزكورة أمجي درجيلي يلعبها كابتن الشايل يلعبها مع كوامي أرمال. كوامي أرمال يلعبها كابتن الشايل 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 يلعبها كابتن من بديري حارس مرمى لكنه شكلة يعني مدافع ممتاز وكرامي لحد كراشا يوكي مش تسلل كراشا يوكي سو وعالي Ici, Monsieur.
هاللعب النجم وما أدراك ما كيف تكوين النجم الذي كان له الفضل بعد تواجد عديد الأول بكرة الثانية أن العدد محترم أن يعود مركز إلى ميزة الأولى بدعم حسن كومبي فرشة كرة مقطعة ترجع كرة توقيت خلينا نقولوا بالتيك يعني من هذا الشوط الثاني على الملعب الجيل الجديد والقوانين المستدرجين تمشي الكوره اللاعب عازم عبد الحامد تمشي الكوره لمن لديالو ديالو يلعب اليوم مع ايدي مول لكن موجود في هذا الشوط الثاني افضل الريتم في هذا الشوط الثاني تمشي الكوره يلعب مع ديالو الثاني يرى فاوسي تنفس الكرة من على الهشم الناس ليش وهو ما يعكس قيمة الأداء We'll be right back.
من الدفاع مرة أولى ومرة ثانية من الأرض. كانت الكرة على الجهة اليمين والتغطية الدفاعية ناجي حافل الكرة الأخيرة. التطوير اللي في الموسم الفارغ كان قريب من الصعود لمرحلة التتويج، وأمل الاتحاد كان النتيجة متواجد في المركز الرابع قبل ثلاثة لقاءات. بعد هذا اللقاء الاتحاد سيواجد نرجع الكرة طويلة، ولكن التغطية خلص الكرة خالد يتوارى من مناخه، ولكن دفاع الأمل منتصر بطريقة سليمة على أرضية الميدان. نجحت من دفاع الأمل في الكرة الأخيرة، خلص الكرة المدير رايح على الجهة اليسرى، التغطية ترجع الكرة من جديد في وسط الميدان إلى على الجهة اليسرى، توصل الكرة من جديد إلى كوامي أرمال. أرمال يحاول يعدي في الكرة الأخيرة، اللمسة إلى المثناني، المثناني من جديد برجلين، السبع الأهداف كانت كاملة في الأشواط الثانية. ترجمنا من جديد، ولكن التغطية ناجحة من كوامي أرمال في وسط الميدان، من كوامي إلى داب عاد ودركو يرمي لمسة على الجهة اليسرى، الكرة في الهجوم، لكن التغطية الدفاعية من أمين هلال يمشي من اللاعب في وسط الميدان الارتكازي عزيبي. بعد اختار اسكندر الاخرى بالراس وميرميل جيت عند كراجا بوفي، كراجا بوفي في الوقت الايسر تواقي من جديد من الجهة اليسرى، يلعب الكرة تدخل بامتياز من كوامي أرمال، كرة خطيرة تسديدة يعمل كوامي أرمال، يلعب الكرة